اهلا بحضراتكم وفقرتنا الحواريه الثانيه والاخيره في برنامج الحصاد، واللي هنخصصها للحديث عن الشعير باعتباره ان هو يعني من اول المواد الغذائيه اللي اكلها المصري القديم، ومن اهم المواد الغذائيه اللي ممكن انها تساهم مع القمح في سد الفجوه الغذائيه، اللي ممكن تستخدم كاعلاف للمشيه وله اهميه كبرى، ممكن استخدامه ايضا في زراعته في المناطق الحديثه. ممكن يكون بيواجه بعض التحديات المناخيه زيه زي اي محصول موجود في مصر او على مستوى العالم دلوقتي مع التغير المناخي العالمي. هنشوف مدى مقاومته لده ومدى قدرته على التعايش في ظروفنا الحاليه. شرفنا الحديث عن هذا الموضوع مع ضيفنا دكتور خيري عبد العزيز عامر، رئيس قسم الشعير بمركز البحوث الزراعيه. اهلا بحضرتك دكتور. اهلا بك يا فندم. بدايه كده اهلا بكل المشاهدين، ونرجو ان احنا نقدم لهم يعني اضافه في ما يخص محصول الشعير ان شاء الله يا فندم. الشعير فعلا من اقدم المواد الغذائيه اللي استخدمها المصري. حضرتك سبقتيني طبعا، احنا كنا في زياره للمتحف المصري الموجود في التحرير، ولقينا الرسوم بتعبر عن كل مراحل زراعه وانتاج الشعير، وواضح ان هو من الرسوم الشعير بداية من خدمة الأرض والزراعة والحصاد. فمحصول الشعير محصول من المحاصيل اللي اتزرعت من آلاف السنين ومعروف في مصر ويتلائم مع البيئة المصرية، ولذلك احنا عملية التحسين في الشعير بتاخد مجهود يعني مجهود شاق عشان ننتقل من التقاوي المتداولة بين المزارعين اللي هي البلديه الى نشر اصناف جديده محسنه. طبعا ده بيستلزم وقت ومجهود، وكمان عشان نوجد التحسين نفسه، لان احنا زي ما قلنا هو محصول متاقلم مع البيئه المصريه، فاحنا عايزين نحدث فيه تعديل او نحدث فيه تحسين يعني بطرق متعدده. احد هذه الطرق هو التهجين، احد طرق التربيه، حتى يتم جمع مجموعة صفات مميزة في صنف يكون إنتاجيته أعلى من الشعير البلدي المتداول والمنتشر من آلاف السنين عند المزارعين. طيب إحنا الأصناف اللي إحنا عندنا اللي موجودة في مركز البحوث الزراعية دلوقتي إيه ومميزاتها إيه؟ الحقيقة يعني الظروف الغير مواتية اللي بتزرع فيها الشعير، بداية لازم أقول إنه يزرع الشعير ويجود حيث لا تجود غيره من المحاصيل الشتويه الاخرى بدايه، عشان يبقى فيه دور رئيسي ومهم للشعير، ما بيحلش محل احد المحاصيل الشتويه، لا هو بيزرع حيث لا يجود غيره، يعني هو الوحيد اللي يصلح في هذا المكان وفي مثل هذه الظروف. ايه هي الظروف وايه هي هو المكان؟ كل الاماكن اللي في مصر اللي هي حديثه الاستصلاح. طب حديثه الاستصلاح بتتميز بايه؟ اراضي بكر لم تزرع من قبل، لا يوجد بها مادة عضوية، ربما يكون الصرف بتاعها غير جيد، ربما تكون كمية المياه الواصلة إليها غير كافية، ربما بتكون الأملاح فيها أو بتكون أراضي كلسية فيها نسبة ملوحة عالية وفيها نسبة كالسيوم عالية، فهنا بيجود محصول الشعير ويعطي محصول، في حين إن غيره من المحاصيل ما بيبقاش مناسب في مثلها في بداية الاستصلاح، فهو محصول استصلاحي بداية. بيتزرع الشعير موسم أو اثنين أو ثلاثة، وبعد كده بتكون الأرض صالحة لزراعة محاصيل شتوية أخرى. يعني هو زي ما كنا بنتكلم من شوية على الكانولا، إن هو بيحسن خواص الأرض أو بيساعد في استصلاح الأراضي، ممكن نقول إن الشعير هو كده كبداية لأي استصلاح أرض عشان بعد كده تمهد هذه الأرض لأنواع أخرى. بالظبط، لأنه هو كمان احتياجاته من الأسمدة والمياه قليلة غير مكلف في زراعته، بيستجيب لأقل كمية من الأسمدة الأزوتية، واحنا عارفين احنا عايزين نوفر أسمدة أزوتية لبقية المحاصيل الخضار ومحاصيل الحقل الأخرى، فهو مش مستهلك مش شره للأسمدة، بل العكس بيستجيب لأقل، يمكن هو من أقل المحاصيل الشتوية الناجلية، لأن احنا عندنا محاصيل بقولية احتياجاتها السمادية أقل، بل هي بتضيف كمان للتربة خصوبة، ولكن المحاصيل النجيلية يعتبر محصول الشعير الأقل في الاحتياجات السمادية. هو بيزرع فين دلوقتي على مستوى الجمهورية في مصر؟ لو حبينا نوصف المناطق اللي بتزرع فيها الشعير هنقسمها لثلاث مناطق.
ثلاث مناطق دي عبارة عن ايه؟ الأراضي القديمة، الأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح، المناطق المطرية. الأراضي القديمة أين تقع؟ هتقع في نهايات الترع، مفيش كمية مية واصلة ليها، أو المناطق اللي فيها نوعية وكمية مياه الري غير مناسبة لمحاصيل أخرى، لأن الشعير بيتحمل زي ما اتفقنا ارتفاع نسبة الملوحة، أيضا بيتحمل أو هو آخر محصول شتوي بيتزرع. لو بصينا لمواعيد زراعة المحاصيل الشتوية هنلاقي محصول الشعير بيأتي في نهاية المحاصيل الشتوية، وبالتالي أنا بستفيد من الأرض في المحصول الصيفي لأطول فترة ممكنة. لما يبقى عندي محصول صيفي متأخر أو محصول خضار بحصده في نهاية الصيف، يبقى هنا محصول الشعير هو المحصول المناسب. الميزة التانية النسبية إنه مدته في الأرض بتصل إلى 120 ل 130 يوم، واحتياجاته زي ما اتفقنا الاحتياجات السمادية والمائية أقل، وبالتالي فهو غير مكلف. ده بالنسبة للأراضي القديمة. بالنسبة للأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح، هنتكلم عنها بس اسمح لنا في اتصال هاتفي فنستقبله ونرجع نتكلم عن الأراضي حديثة الاستصلاح. معانا الأستاذ محمد من المنوفية، أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. ممكن برنامج محصول البنجر ما طلعلوش سعر لحد دلوقتي؟ بس احنا بنتكلم دلوقتي عن محصول الشعير، فالبنجر بعيد عن التخصص الموجود دلوقتي، فيعني للاسف مش هنقدر نجاوب عليك في السؤال ده. ممكن الزراعيه مباشر تقدر تجاوب على حضرتك، اتصل بزميلنا الاستاذ سامح. شكرا ليك. نرجع، احنا اتكلمنا عن الاراضي القديمه وان هو بيجود في اواخر يعني اخر حاجه تتزرع في الشتاء ونهايه الترع، عقب المحاصيل الصيفيه المتاخره. الاراضي الحديثه، الاراضي قليله الخصوبه، الاراضي اللي فيها نسبه كالسي، الاراضي اللي فيها نسبه ملوحه. نروح بقى للأراضي اللي هي المستصلحة الحديثة. الأراضي حديث الاستصلاح، وهو يعني احنا طبعا نعلم انه الاستصلاح في مصر يعني قديم، من عشرات السنين في مشاريع استصلاح. المحصول الشعير متواجد بيؤدي دوره في هذه المناطق حتى تصبح الأرض صالحة لزراعة محاصيل شتوية أخرى، بيحل محله محاصيل شتوية أخرى سواء كان قمح أو فول، لأن احنا عارفين إن خريطة المحاصيل الشتوية في مصر تقريبا المحاصيل فيها ما بتقلش عن 7 محاصيل في المحاصيل الشتوية. عندنا الفول، عندنا البنجر، عندنا البرسيم، عندنا القمح، عندنا الشعير، عندنا الكتان، كل دي محاصيل بتزرع في نفس الرقعة الزراعية الموجودة. فاحنا قلنا الأراضي الغير مناسبة لكل المحاصيل ديت بيتزرع فيها الشعير من كل الوجوه، إذا كانت أرض فقيرة، إذا كانت أرض يعني صرفها غير جيد، بيبقى الشعير هو المناسب لها. القطاع الثالث، وده قطاع مهم جدا لأن الزراعات المطرية بيسكنها طبعا أخواننا وأهلنا البدو في الصحارى، محصول الشعير هو المحصول الرئيسي بالنسبة للمزارع البدوي، وهو يعتبر مصدر دخل مهم ليه ومصدر غذاء لحيواناته، وإلى عهد قريب كان هو مصدر الغذاء الآدمي اللي كان بيصنع منه الخبز بتاعه. هنا بالنسبة للزراعات المطرية، هنا عاوزين نتكلم عن دخوله بقى في غذاء الإنسان. هل ممكن إن هو، طبعا عندنا فجوة كبيرة في القمح، يعني بنزرع كميات كبيرة جدا لكن برضو استهلاكنا عالي من القمح، هل ممكن الشعير يتدخل يتم خلطه مع القمح أو يستخدم في أنواع خبز معينة تقلل من الفجوة دي؟ هو الاستخدامات يعني الشعير بيستخدم في الغرضين، كغذاء آدمي أو كعلف حيواني. طب احنا عندنا أيضا فجوة في الأعلاف الحيوانية، جزء كبير جدا من الشعير الناتج بيستخدم كعلف حيواني لأن قيمته الغذائية مرتفعة. لو طورنا يعني المسألة شوية وأردنا إن احنا نحسن نوعية الرغيف، وأيضا يعني هو عنصرين مهمين، تحسين جودة الرغيف وسد جزء إلى حد ما من الفجوة القمحية بإضافة دقيق الشعير لدقيق القمح في صناعة رغيف الخبز بنسبة من 15 ل 20%، نسبة جيدة جدا. هل تم التجارب فعلا في الحكاية دي؟ فعلا تم التجارب وإدت نتائج يعني مبشرة مشجعة على إنه نبدأ فيها.
طيب فيما يتعلق بقى باستخدامهم كأعلاف. ولكن ما زال هناك حاجة لكميات الشعير الناتجة في سد الفجوة العلفية. هو طبعا زي ما قلنا الشعير بيحصد في شهر مايو، فممكن يستخدم الحبوب بتاعته لغاية شهر نوفمبر، يعني فترة التغذية على الحبوب الجافة من الشعير فترة طويلة تصل إلى 6 لـ7 شهور، فبيحل محل الأعلاف الجافة لفترة طويلة. فالحقيقة محتاجين التوسع في اتجاهين بالنسبة لمحصول الشعير، توسع أفقي وفي نفس الوقت توسع رأسي. توسع أفقي إنه اسمح لنا نتكلم عنهم بالتفصيل بس بعد ما ناخد الاتصال ده. الأستاذ أحمد من البحيرة اتفضل معانا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أبو، إحنا زارعين محصول شعير ومش عارفين نروه. مش عارفين إيه؟ مش عارف نرويه. حضرتك بتسأل الدكتور عن إيه بالظبط؟ يعني ميعاد التروية؟ مش متوفر. ميعاد الري، وبعدين عندنا مشكلة تانية. ماشي، المواطن دفع السكة علينا، مش عارفين نعدي مثلا نروي الأرض ولا كده. وعملنا له محضر في البيت، والجماعة طلعت عيني وأثبتت ده طري. وهو دفع ومش عارفين نعدي بالمكن بنزله الروو، ولا هو ولا الغل. طبعا يعني دي مساله اداريه. يعني مشكله برضو، يعني احنا بنتكلم بشكل علمي يمكن اكتر. يا ريت حضرتك توصلي لي بالست مع فادي، لان انا بقالي اسبوع من دي مش عارف خالص والله. طب يعني حضرتك بكنترول، يعني ممكن ناخد نمرتك ونحاول نتصل احنا بيك من خلال البرنامج بزراعيه مباشر علشان نشوف المشكله دي. لكن هنتكلم عن مواعيد الري اكيد فيما يتعلق بالشعير او المعاملات الزراعيه لو تحب تسمعها كمان شويه. كنا بنتكلم مع حضرتك وقطعنا، فنرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها تاني مره تانية. اتفضلي حضرتك. حضرتك بتقول دلوقتي انه الشعير احنا بنستخدمه الاستخدام يعني للادمي واستخدام حيواني، فمحتاجين توسع راسي وافقي. نوعيه التوسع ده يتم ازاي؟ التوسع الافقي يعني عندنا امل كبير جدا انه المساحات اللي موجوده على الخريطه في الاستصلاحات الاخيره اللي هي في حدود 1.5 مليون فدان يتزرع منها مساحات معقولة من الشعير، وهو من المحاصيل المناسبة. وده كان من ضمن يعني الخطط اللي تم إعدادها لزراعة المساحات الحديثة، كان محصول الشعير دايما قاسم مشترك في مثل في هذه المساحات، سواء كانت المغرى، سواء كانت المرجد، سواء كانت غرب المنيا أو غيرها، الشعير موجود على الخريطة في هذه المناطق. ده بالنسبة للتوسع الأفقي. طيب التوسع الرأسي بيأتي من أين؟ يأتي من استخدام الأصناف المحسنة مع الحزم المناسبة أو التوصيات الفنية المناسبة. زي ما اتفقنا أنه في 3 قطاعات بيزرع فيها الشعير، كل قطاع من القطاعات ديت له توصياته الفنية الخاصة به. الأراضي القديمة لها توصيات، الأراضي حديثة الاستصلاح لها توصيات، الأراضي المطرية لها التوصيات الفنية اللي بتؤدي الى زيادة انتاجية وحدة المساحة. احنا عندنا المساحات او الموارد او المدخلات محدودة، المدخلات اللي هي الارض او المساحات والاسمدة او الطاقة، اذا كانت الارض مروية اللي احنا بنوفر فيها المية، فانا بعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بطريقين. اما ان انا بخفض التكاليف، وده يعني فايدة غير مباشرة بتحصل، او ان انا بزود الانتاجية من وحدة المساحة. هنرجع زي نزود الانتاجية، ده برضو ممكن يتعلق بالصنف او يعني بالطرق اللي لها علاقة مباشرة بتخصص حضرتك. لكن ناخد اتصال هاتفي من الاستاذ طارق من المنوفية. اتفضل يا فندم. الو، حضرتك على الهواء يا فندم، اتفضل. ايوه، انا كنت عايز استفسر على الشعير بالنسبه لارض المغرى والمعاملات بتاعتها. حاضر. ازاي هتتزرع؟ ازاي التسويق بتاعها؟ احنا واخدين في 1.5 مليون فدان في ارض المغرى، وطبعا ارض المغرى دي فيها نسبه ملوحه عاليه في المياه. فاحنا عايزين نستفاد بخبره الباشمهندس
يفهمنا حتى التجربه. احنا لسه ما استلمناش، ونستلم في شهر 4 ونبدا باذن الله نشتغل على طول. على خير ان شاء الله. اسمع حضرتك الاجابه من التلفزيون. هنتكلم حالا عن التوصيات الفنيه اللي لها علاقه بارض المغرب باعتبارها ارض ملحيه، وايه اللي المفروض يعني يتم مراعاته. شكرا جزيلا استاذ طارق. دكتور خيري، نجاوب على السؤال المتصل. يعني النقطة الهامة في بالنسبة للأراضي الحديثة للاستصلاح، يجب أن تكون الزراعة مبكرة. احنا بنقول في الوجه البحري بنزرع بداية من شهر نوفمبر ديسمبر، في مثل هذه الأراضي هنزرع من الثلث الأول من نوفمبر. النقطة المهمة الأخرى في مثل هذه المناطق ان احنا نزود معدل التقاوي. يعني احنا النشرات بتاعتنا بتقول الزراعه في الظروف المعتاده ب 50 كيلو، هنا يجب ان نزيد معدل التقاوي الى 60 كيلو. النقطه المهمه الثالثه في الاراضي الجديده ان انا اغطي البذره، او يكون عمق البذره عمق مناسب ما يقلش عن 5 سم. ده بيساعد في زياده التفريع وتعمق الجذور في التربه، وبيبعد البذره عن الطبقه السطحيه. هو بيقول ان الارض فيها نسبه ملوحه، دايما نسبه الملوحه بتتجمع على الطبقه السطحيه، فانا ببعد بالبذره عن الطبقه اللي بتجمع فيها الاملاح، وبالتالي هحصل على نبات قوي وتفريع جيد. والزراعه المبكره بتجنب المحصول التعرض للصقيع اللي بيجي في نهايه شهر ديسمبر وبدايه شهر يناير. واحنا شايفين الموسم الحالي يعني معظم الشكوى في محصول الشعير من تأثير الصقيع الواضح على معظم زراعات الشعير. احنا كلنا حسينا بموجة البرد اللي فاتت ودرجة الحرارة اللي بتبقى عاملة ازاي اثناء الليل. طبيعي النبات ده كائن حي ولازم يتأثر بالظروف، وان كان الشعير برضو من المحاصيل اللي هي واسعة الأقلمة اللي بتتحمل يعني مدى واسع من التباينات البيئية سواء في درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة، ولكن الموجة السنة دي كانت موجة شديدة وأثرت على كل الزراعات. طيب إيه التوصيات الفنية اللي ممكن نقولها لمزارعي الشعير بوجه عام؟ يعني ده بالنسبة للأراضي اللي بيتكلم عنها في المغرى اللي هي أراضي ملحية، فحضرتك اديته حاجات خاصة بيه هو، كميات التقاوي أو موعد الزراعة أو غيره. بالنسبة لباقي الأنواع اللي حضرتك كلمتنا عنها، الأراضي المستصلحة، الأراضي المطرية وغيره، هل في توصيات فنية بتختلف من مكان للتاني؟ هو محصول الشعير بصفة عامة محصول متحمل الملوحة. الجديد اللي اتعمل في قسم بحوث الشعير انه التحمل زاد مع الاصناف المستنبطه حديثا والمحسنه. عندنا اصناف بتتحمل ملوحه التربه او ملوحه مياه الري، او لو كانت مياه الري والتربه الاثنين فيهم ملوحه بيتحمل محصول الشعير. يعني على سبيل المثال عندنا من الاصناف المنتشره واللي يعرفها المزارع جيزه 123، وايضا هناك اصناف جديده 133 و132، دي اصناف ايضا بتتحمل ملوحه. هناك ايضا اصناف تتحمل الجفاف ان شئنا في الزراعات المطريه، او نقص المياه في المناطق المرويه اللي كميه المياه فيها مش كافيه. عندنا الصنف جيزه 2000 وصنف جيزه 126 وصنف جيزه 134 من الاصناف عاليه التحمل لمثل ظروف هذه الاراضي. حضرتك كان سؤالك ايه؟ عشان انا كنت بتكلم عن كده، عن التوصيات الفنيه اللي هي ممكن تكون خاصه، يعني نديها نصايح نديها للمزارعين علشان نطلع افضل محصول ممكن. يعني انا يهمني جدا في الزراعات المرويه الاهتمام برايه الزراعه. لو انا حصلت على مستوى جيد من الانبات عند الزراعه بعمل كذا فايده او بحقق اكتر من هدف. من بين الاهداف ديت اولا مكافحه الحشائش، بضمن ان مش هيبقى فيه في المساحه المنزرعه كميه حشائش منافسه للمحصول، وبالتالي الاسمده والمياه اللي انا بضيفها بدل ما بكون انا بروي حشائش وبسمد حشائش، لا انا بروي محصول وبسمد محصول، وفي نفس الوقت ما بتكلفنيش مقاومه الحشائش بتتكلف سواء كانت يدويه او باستخدام احد الوسائل المبيدات الكيماويه فهي مكلفه. فيبقى انا بدايه يعني بارفع نسبه الانبات من خلال العنايه بعمليه الزراعه والري بعد الزراعه.
بعد كده محصول الشعير بيتحمل الظروف اللي بتأتي، ولكن يجب أن أحصل على نسبة إنبات جيدة في بداية الموسم. جميل. طيب خلال الزراعة في أي شيء تاني ممكن يعني ينتبه إليه، ولا هو المهم البداية؟ هو محصول الشعير بيحتاج تسميد حتى عمر من 70 لـ80 يوم. في الأراضي الجديدة أنا ببدأ أسمد بعد 15 يوم، في الأراضي القديمة بسمد بعد 25 يوم. الأراضي الجديدة طبعا هي بتبقى فقيرة في محتواها من المواد الغذائية، فأنا بزود فيها معدل التسميد إلى حد. إذا كنا بنستخدمه في الأراضي القديمة من 40 لـ45 وحدة، بنحتاجين نستخدم في الأراضي الجديدة 70 وحدة أزوت للفدان، موزعة طبعا على دفعات. إذا كنت بستخدم طرق ري تقليدية أو طرق ري حديثة، طرق ري تقليدية اللي احنا عارفينها اللي هي الري بالغمر، أنا يعني إذا كنت بروي كل 10 أيام في الأراضي الجديدة برضه أو كل 15 يوم، فبوزع السماد على دفعات لغاية ما بوصل لعمر 70 يوم من عمر النبات. إذا كنت بروي كل 15 يوم فأنا حروي 4 مرات من الزراعة لغاية عمر 70 يوم، فبوزع السماد على 4 دفعات. إذا كانت أراضي قديمة طينية بيتوزع السماد على دفعتين فقط، لان انا في الحاله دي بروي كل شهر، فحروي بعد اسمد بعد الشهر الاولاني وبعد الشهر الثاني وبوقف التسميد. طيب اسمح لنا قبل ما نكمل في النقطه دي ناخد اتصال هاتفي معانا الاستاذ عاطف من الشرقيه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا مدام نهلة، ازيك يا ست الكل؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بيك. الشعير من المحاصيل الاساسيه، وعلى ان في الاراضي القديمه والوادي ما بنزرعش، لكن هو محصول يعني العائد التجاري بتاعه كويس جدا، احسن من القمح، ومطلوب وبيعزوه كتير للمصانع البيره وللعلف ولا يعني حتى يعني هو ادود من القمح، لولا ان القمح محتاجينه للخبز. الشعير من اجود انواع الاعلاف، حتى بنستخدمه في المزارع اللي عملناها اللي هو العليقه الخضراء، بنحطه تحت فوق بنات العفش بالضله اللي هو الاستنباط منه، يعني معمول عليه كذا تجربه. فالشعير وتبنه من اجود من تبن القمح، يعني حاجات الشعير محصول كويس جدا جدا جدا، وما بحتاجش يعني الارض اللي بتبوظ عندنا في الغله او تاخرنا في القمح فيها بنزرعها شعير، وبتجيب انتاجيه كانت قبل الطفره بتاعت الانتاجيه بتاعت القمح دي كانت بتجيب ضعف القمح، يعني ان كان القمح بيجيب 10 و12 ارداف كان بيجيب 20 و25، ودلوقتي اسعاره اغلى من القمح. فيا ريت نهتم بيه شويه ونستغله كويس قوي، واحنا محتاجينه حتى لو دخل في علف بلاش المواشي، الاغنام بلاش الاغنام والارانب والطيور، يا ريت نستخدمه كويس قوي، وهو مش وحش، بنضاف له شويه فول على حاجه تبقى عليها متزنه ما شاء الله. ويا ريت الدكتور يعني يقول لنا على عمليه زرع الشعير على العفش، على بنات العفش في الضله، او بنستخدمه كنا بنزرعه بناخد منه كميه كبيره. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ عاطف، ويعني الحقيقه مشاركتك دايما مثمره، وبحس انك يعني فلاح مصري اصيل كده، عندك تجارب جيده جدا وليك باع طويل في الزراعه، فبشكر حضرتك شكرا جزيلا للحاج عاطف. ارجع لحضرتك كلمه ختاميه دكتور. انا بشكر الحاج عاطف. اتفضل. بشكر الحاج عاطف، ولكن احنا بنتعامل مع واقع. الوضع الحالي بيقول ان القمح له دوره والشعير له دوره والقمح له الاماكن بتاعته والشعير له الاماكن بتاعته، واحنا كلنا يعني بنسعى للتكامل، المساله ليس فيها خلاف، نحن نسعى للتكامل. اذا كان المحصول بيستخدم غذاء للحيوان، ففي النهايه المنتجات الحيوان دي بيتغذى عليها الانسان، فهي كلها هدف مشترك وتوظيف للموارد بشكل افضل.
نشكر وجود حضرتك وبنشكر كل المشاركين في حلقة النهاردة. شكرا دكتور خيري عبد العزيز عامر. أنا بشكر القناة على يعني إتاحة الفرصة للتحدث عن محصول الشعير، وبشكر السادة المشاهدين، وبرجو أن يعني يكون استفادوا من الحوار اللي دار، وبشكر حضرتك. شكرا لحضرتك ولوجودك معنا يا فندم. شكرا ليكم مشاهدينا الأعزاء. بكده خلصت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله حلقة جديدة ومجموعة أخرى. إلى اللقاء.